انا كاتب زعل غير حقيقي بالمره. حضرتك هو غير حقيقي لان اللي كاتبه لسه راجل بقاله 3 اشهر ما يعرف يعني هو جاي بيكتب يعني هو حضرتك هنا بيقول حاجه بيقول والله ضروره تنميه دور مجلس عمل مصر الروماني في تنميه الاعمال الاقتصاديه تقريبا والمواشي والاغنام. طب احنا حضرتك لما اتكلمنا في موضوع يعني موضوع الارنب بتاع احنا مجهود شخصي جدا مع الاخ ياسر الاحور بقالنا فيه حوالي ثلاث سنين يعني من المره اللي فاتت وحضرتك احنا اللي بنعمله واحنا اللي عملنا اتصالات برومانيا واحنا اللي جبنا الاسعار لان هو حتى ما عملناش حاجه خالص ولا ساعدنا في حاجه خالص. وجورج جاي دلوقتي الملحق التجاري هو اللي بيجيب لنا وهو اللي بيساعدنا هنا. مفيش حد يعني مفيش حد حتى في رومانيا احنا ممكن نبعت له نقول له رد علينا. وبعدين بعدين احنا حضرتك خدنا قرار ان احنا نعمل شركه في رومانيا وتكون شركه مساهمه واي حد عايز يخش باسهم اهلا وسهلا وهتولى اداره الشركه ياسر الاحول وهنجيب اي حد يقعد هناك حضرتك سواء مصري او معاه روماني ويتكلم اللغه زي ما حضرتك فضلت في الفرح. شكرا جزيلا.